حقيقة أمانة محافظة جدة تكثف جهودها في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية مرتبطة فيها. هذه الجهود تتمثل في نظافة وتعقيم المرافق العامة من أسواق النفع العام. كنا في سوق الخضار وسوق السمك، وكانوا معنا الزملاء في الإخبارية والساحات العامة والمسالخ وأسواق النفع العام بشكل عام. الحمد لله حتى الآن الجهود مستمرة، وتم حتى الآن تنظيف وتعقيم أكثر من 35 ألف كيلو، والعمل مستمر والجهود مستمرة إن شاء الله. والحمد لله يعني تعاون السكان معنا كان جدا كبير، وأيضا فترة الحظر كانت فرصة لنا لتخفيف الجهود خلال فترة الحظر. نعم، يعني هذا هو السؤال الأستاذ محمد، تقديم موعد منع التجول إلى الساعة الثالثة الآن، إلى أي مدى هو يتيح لكم مزيد من الوقت، وأيضا يتيح لهذه الفرق أن تغطي أكبر مساحة من الأماكن التي يتم تعقيمها وتطهيرها؟ صحيح، احنا في الفترة الماضية استفدنا من فترة الحظر في الفترة المسائية، الآن إن شاء الله حيكون في فترة في النهار من بعد الساعة الثالثة، وإن شاء الله أيضا حتكون هذه فرصة إضافية لتكثيف الجهود وتعقيم المرافق العامة، وإن شاء الله بجهود الجميع إن شاء الله نساهم في الحد من انتشار العدوى. كيف يعني تابعتم أستاذ محمد أيضا الجهود الذاتية للأسواق والمراكز التجارية وأيضا شركات القطاع الخاص لقيامها بعمليات التعقيم والتطهير يعني التلقائي لأسواقها ومحلها التجارية؟ الزملاء في البلدية في الفرعية كثفوا جهودهم على المراكز التجارية والصيدليات للتأكد من التزامهم بتوفير الاشتراطات اللازمة، الاشتراطات الصحية اللازمة من تعقيم العربات وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات. أيضا الزملاء في إدارة صحة البيئة وفي إدارة النظافة أيضا يساهمون معهم، يشاركوا معهم في تعقيم المرافق الخاصة المراكز التجارية الغذائية والصيدليات للمساهمة في الحد من انتشار العدوى.